عملية تجميل الأنف عملية تبان إن هي سهلة جدا، بس هي عملية معقدة جدا جدا. إزاي نظبط المقاسات بتاعة كل أنف مع كل وجه مع بعض؟ مينفعش أحط أنف بتاعة فلان على الوجه بتاع حد تاني، لازم يبقى فيه تناسق. عشان كده دايما لازم لما يجينا العيان نعرف بالظبط إيه متطلباته وهو محتاج إيه بالظبط عشان نوصل لشكل متناسق مع وجهه. مينفعش نصغر عن الحدود معينة، مينفعش نكبر عن حدود معينة، مينفعش نعرض عن حدود معينة ولا نرفع عن حدود معينة. عشان كده لازم نراعي حاجتين مهمين جدا، المقاسات بتاعت الأنف والوجه مع بعض والتناسق ما بينهم. تاني حاجة مهمة الوظيفة بتاعت الأنف عشان العيان ما يشتكيش من مشاكل التنفس بعد العملية.